عايزين بقى على طول كده نعرف منك ونكمل معاك ما هي العقوبات التي يمكن ان تواجه الطفل في حاله ارتكابه جريمه. تمام. شوف المشرع زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت قانون الطفل ده من القوانين اللي خصص لمصلحه الطفل. يعني هو كله بيدور في مصلحه الطفل. القانون قال ان الطفل اللي الذي لم يتجاوز 12 سنه ما تتوقعش عليه المسؤوليه الجنائيه. يعني ما يعاقبش. تمام. يعني ايه ما يعاقبش؟ يعني ما يرتكبش، اذا ارتكب جريمه ما نحبسوش. بالبلدي كده. طب الطفل ده يعني يتساب؟ والناس دلوقتي بتقول لك ايه الطفل 12 سنه ده حد فاهم 12 كمان دلوقتي بقى فاهم. تمام. القانون قال ايه؟ احنا عندنا اربع حاجات لو الطفل ارتكب فيهم جريمه في السن ده يسأل. يعني ايه يسأل؟ بس ما فيهاش حبس. منها ايه؟ ان اول عقوبه توقع على الطفل في حاله ارتكابه الجريمه عقوبه التوبيخ. يعني القاضي يوبخه. يعني عارف بالبلدي ايه؟ تهذيب. يهذبه. يخوفه انت لو عملت لان في عقوبات. ده طفل برضه في مراحل. احنا بنتكلم في طفل عنده 7 سنين 8 سنين ده يعتبر طفل. تمام. فيوبخ. طب العقوبه الثانيه يسلم لان ممكن تلاقي الطفل ده ملهوش اهل او كده. يسلم لاهله او يسلم الى شخص يعوله او المحكمه أو توفر له دور رعايه. التالته ان احنا لو الطفل ده في حالتين يسلم يا لدور رعايه يا يسلم لاحد المستشفيات. لان ممكن الطفل نفسه تكون عنده حاله تاع مريض او عنده حاله فيسلم في الحاله دي الى احد المستشفيات الخاصة اللي بتكفل رعايته الصحية. زي ما احنا اتفقنا ان كل قانون الطفل بيدور حوالين رعاية الطفل الثقافية والصحية والاجتماعية والبيئية وكل شيء. فهنا عندنا لو الطفل ما ارتكب اي جريمة من الجرائم لغاية 12 سنة عندنا ما ينفعش نعمل مع ان يا توبيخ يا تسليم يا نسلمه لاحد دور الرعاية يؤهله يا دور من المستشفيات الخاصة اللي تكون بتخدم. يمكن يكون معاق ذهنيا، يبقى عنده مرض ما، فيبقى ده. طيب الطفل اللي من بعد 12 لغاية 18، يعني احنا اتفقنا الحلقة اللي فاتت ان كلمة طفل في القانون تعني كل طفل لم يتجاوز 18. تمام. يعني عنده اللي ما عداش 18 سنة هو بيعتبر او ينطبق عليه قانون الطفل. حدث. تمام. هو كان اسمه الحدث على فكره. ومعروف حتى احنا قانونيين بنغلط فيها ونقول لك نيابه الاحداث. الاحداث محكمه الاحداث هي، لكن طبعا في التعديل الجديد استبدلت بنيابه الطفل او محكمه الطفل. تمام. كلمه اكثر تلاؤم شويه مع الـ مع الـ مع الطفل. طيب اللي بعد كده لا يحاكم، بس يحاكم بعقوبات لا يجوز في اي الاحوال حتى لو ارتكب الطفل ده جنايه يتحكم عليه بالاعدام. لا يجوز انه يتحكم عليه بالاعدام او السجن المشدد خالص او السجن. لا، اقصى عقوبه عندنا في الطفل ال 15 سنه. دي اقصى عقوبه. وفي الحالات اللي زي دي الطفل هنا بيبقى بيتودع اماكن ما ينفعش تحط طفل في مكان مع كبار السن. يعني الطفل النهارده لو اتمسك بيعمل المشكله ما ينفعش مأمور الاسم ياخده على بال ما يعرضه على النيابه وياخد اجراءاته القانونيه. ما ينفعش يحطه في اوضه الحجز مع الكبار. ده يسأل عليها مأمور الطفل ويجاز عليها قانونا.